الاستاذ مصطفى الامير رئيس نادي انبي قال ايه وترجع تعلق على كلامه. اتفضل. كابتن حلمي احنا تاخرنا جدا في التعاقد معاه. كابتن حلمي قيمه وقامه ويعتبر في الدوري المصري شيخ المدربين. اولا اخلاق، احترام، حزم، قوه، فنيا عالي جدا، ونادي انبي محتاج العنصر ده في التدريب، يعني مش اي حد يمرن نادي انبي. فالحمد لله كويس ان احنا جددنا له كمان لمده سنتين، وان شاء الله اللي جاي احسن. هو شخصيه محترمه جدا، علاقاته اكثر من رائعه، بيحب كل الناس، هو زملكاوي طبعا وكل حبايبه اهلاويه، فدي حاجه حلوه بالنسبه للاهلي والزمالك. يعني في التدريب اهم شيء في التدريب ان اللعيبه تحبه، وهو خلق الموضوع ده معانا في انبي، والجهاز الفني طبعا بيحبه جدا وهو رئيس المنظومه. فلا هو شخصيه جميله 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 وذو خبرات طويله، يعني مع منتخبات ومع انديه هو ماشي معانا بخطى ثابته، والحمد لله يعني المدرب الوحيد اللي جانا دخل قطاع ناشئين غير عادي، اكتر من 13 لعيب بيتدربوا معاه، عناصر طيبه، عناصر واعده، وبيزقوا بيهم في الدوري. ممكن حضرتك شفته في الدوري في كل ماتش فيه 3 4 من عناصر الشابه دي، فدي هتبقى هو الهيكل الرئيسي للسنوات القادمه ان شاء الله باذن الله. استاذ مصطفى الامير قال كلام هايل، شخصيه محترمه جدا استاذ مصطفى، وراجل نقي جدا، ما بيعرفش يخبي، ما بيعرفش يداري، اللي جواه القلوب بتتصفى، اللي جواه بيطلع على طول باستمرار، وطبعا معانا باستمرار معانا في الملعب. يعني كان معانا امبارح، كان عندنا ماتش ودي وكان معانا اول امبارح، كان معانا كل يوم، معانا بيساند بشكل قوي جدا. اداره محترمه محترفه، انا مستريح جدا في العمل معاهم مع المنظومه دي بجد. هو يعني هو قال في كلامه، يعني بمسك الخشب وده حديد اهو تاتش وود، لما بيقول لك انا جددت له سنتين. يعني راجل بيهيئ المناخ كويس. طبعا. خلال تواجدك في نادي انبي دلوقتي تطلعت كم ناشئ السنه دي؟ لا ده انا عندي 13 14 ناشئ من السنه اللي فاتت، مش من السنه دي. بيلعبوا اساسي؟ في عندي 5 6 اساسيين، شبه اساسيين، يعني في كل ماتش تلاقي 4 لعيبه على الاقل من الناشئين موجودين في التيم.